انا بقولها قدام منكم طبعا، واقولها قدام الدنيا كلها، انا غير راضي عن تصرفاتي، لان تصرفاتي دي سببت لنا احنا ازعاجات كتيره. اولا في ناس راضيه وناس مش راضيه، الناس اللي مش راضيه زعلانه مننا احنا شخصيا، خدت بالك انت؟ وفي نفس الوقت احنا محرومين منه، يعني انا اب في السن ده وامه ست مريضه، يعني الابن ده جنبنا لانه لو انا ما توفاني الله سبحانه وتعالى وما شفوش ضنايا وما اقدرش اشكر حبه، ما اقدرش اقول اني مش بحبه، ده ابني. ولكن الغلطه الكبيره ان الاولاد مش دايما بيسمعوا يعني اراء الاباء، هم شايفين الدنيا بعين واحنا شايفينها بعين تانية خالص. احنا شايفين انه الحكم واللي بيحصل ده دول متخصصين، دول ناس متخصصه فيه بتحكم على الاوضاع، خدت بالك؟ ده مش شأننا احنا، احنا ناس على قدنا، بمعنى ان احنا يا دوبك نصلي ونشوف فرائض اللي علينا ونشوف ايه اللي مطلوب مننا بالظبط، وما نزعلش حد مننا لا كبير ولا صغير، وما يهمناش رضا ناس يكونوا مثلا هم اللي بايه؟ هم اللي بيستفيدوا من الوضع ده. هو في ناس ما اعرفش هم مين، لكن في ناس بتستفيد من الوضع ده. وانا بقول ان مصر امانه في رقاب الكل، مصر امانه في رقاب الكل، ما ينفعش العبث بيها، لانه بلدنا لو حصل فيها اي انقلابات او اي حاجه هتتحول لاي زي اي بلد، زي ليبيا، زي سوريا، زي العراق، زي اي بلد حصل فيها ده، كل يوم والتاني قتلى وجرحى وعدوات مستميته بين الناس وبعض. اذا مفيش حد مستفيد من الوضع دوت الا اللي قصدهم يخلصوا، اللي قصدهم يخربوا البلاد، خدت بالك؟ فانا بتمنى ان تبقى مصر امنه مطمئنه هي واهلها، وافضل ان انا دايما اعيش على ارض مصر واموت على ارضها واتدفن في ارضها، خدت بالك؟ واتمنى لاولادي كلهم انهم يجتمعوا معايا على الخير ده، اتمنى ان هم كلهم يفهموا الكلام اللي انا بقوله، وريت كلمتي توصل لعبد الله عشان خاطر يفهم ان انا غير راضي يا ابني على اللي انت بتعمله ده. يعني مش عايزين حد يبص لنا بصه ان احنا عايزين نخرب البلد او اي حاجه، ولكن الناس كلها عارفه محمد الشريف، ان محمد الشريف ده اتربيت ومن وانا صغير وابويا كان خطيب مسجد، وانا بفضل الله كنت متولي امر مسجد من سنين عمري كلها، عمري ما حد سمع مني كلمه خارجه، طول عمري بتكلم مع الناس فيما يخص الناس من شؤون العباد دينهم وعباداتهم، عمري ما خضت في السكه الثانيه، لانها زي ما قلت لحضرتك دي لها ناس متخصصين. اقول له يا ابني كفايه كده وارجع، اقول له يا ابني كفايه يا ابني احنا محتاجين لك، اقول له كفايه احنا محتاجين لك يا ابني، ارجع كفايه، ارجع يا عبد الله عشان تقعد في وسط اهلك. مالكش دعوه بالناس الثانيه اللي هم عايزين يمشوا في الطريق ده، دول يا ابني لهم فكرهم وتصرفاتهم، واحنا لنا يا ابني طريقتنا الخاصه بينا. واسال الناس كلها علينا وعلى عبد الله، والله عبد الله ما شاء الله كان هنا محبوب لكل الناس، عمره ما تصرف تصرف فيه شذوذ ولا اي حاجه يعني خارقه عن العاده.
طول عمره مستقيم وماشي في السكه السليمه. الكلام اللي حصل له هناك وانا ما اعرفش كان بحصل لعبد الله هناك. فانا لو قلت انا جاي بضربه من ضروب الكذب، انا ما اعرفش ايه اللي خلى عبد الله يتحول. عادي زي ابن مسافر سلم علينا والله الشغل، انا اروح اشتغل هناك والدنيا هنا ضيقه، لان احنا فعلا حياتنا ضيقه. يعني هو لما قبل ما يسافر راح استلف لي من الناس 15,000 جنيه، كان عليه هو 7,000 سدهم، وانا كان عليا 8,000 جنيه سدهم، وانا بقيت ابكي. بس هو ده اللي حصل.